الفكرة العامة، مفاجأة سعيد بعيد ميلاده الأول الذي أقامته أسرته. بالنسبة للأفكار الأساسية، أولا مغادرة طفل المدرسة حاملا محفظته الثقيلة والكبيرة. ثانيا معاتبة الأم للطفل بسبب وزرته المتسخة وأذنيه المحمرتان، وأيضا بسبب الكذب الذي افتراه على ابن الحاجة يمنى. ثالثا معاتبة الأب للطفل بسبب عدم احترامه لأمه. رابعا غضب الطفل من والديه وأيضا من تعقيب إخوته عليه. خامسا خلو الطفل للنوم داخل محفظته. سادسا مفاجأة الأسرة للطفل بعيد ميلاده الأول. تلخيص النص: غادر سعيد مدرسته حاملا محفظته الثقيلة على ظهره متوجها نحو البيت، وعندما رأته أمه بوزرته الملطخة بالطبشور وأذنيه المحمرتان عاتبته بشدة. انتظر سعيد حتى أتى والده من العمل وحكى له كل ما لحقه من أذى، لكنه هو الآخر عاتبه بشدة. غضب سعيد من والديه واستسلم للبكاء في صمت، واتجه نحو محفظته الضخمة ودخل داخلها وخلد للنوم. وفي الصباح كانت المفاجأة أن أسرته فاجأته بعيد ميلاده الأول. مثال لتلخيص الثاني للنص: ذات مساء غادر طفل مدرسته حاملا محفظته الكبيرة والثقيلة التي يفوق وزنها وزنه الصغير. وعندما وصل إلى منزله عاتبته أمه بشدة بسبب كذبه الذي افتراه على ابن الحاج يمنى. ولما عاد أباه من العمل حكى له الطفل كل ما صار به وعاتبه هو الآخر بشدة بسبب عدم احترامه لأمه. غضب الطفل واتجه نحو محفظته الضخمة ودخل داخلها وخلد إلى النوم. وفي الصباح أخرجته أسرته من المحفظة وفاجأته بعيد ميلاده الأول.